Reality. تخلص مواقف كويسة في أمطار كثيرة من عمر أو من أماكن كثيرة في الملعب، عارف أنه بيلعب أمام الفريق النمبر 1 على مستوى الأرقام والبطولات، 8 ألقاب بالنسبة للقلعة الحمراء في هذه البطولة الكبيرة والبطولة التاريخية بالنسبة للمارب الأحمر. تمشي على طول الكرة الثانية عن طريق حجازي. ريح نفسه وريح الدنيا كلها. ريح نفسه وريح الدنيا كلها طبعًا. على طول سعد، هايل يا سعد، ضغط كويس جدًا. عجبك سعد سمير. روح العب قدام الاهلي، ده مش فريق افريقي. بص ما يلعبش كوره على العالي خالص، كله على الارض، على الارض خطيره. اسطر يا ستار، لكن على طول معانا وحش من الوحوش الكبار اسمه سعد سمير. اسمه سعد سمير، حط كتفه في عمليه التحضير في الدقيقه الاولى ناحيه الشمال. في بيتو هيلاند افتتاح مهم جدا لازم يتعمل حسابه، طويله اماميه، حاول يضغط، ضغط بشكل رائع. برافو يا سعد. سعد الدين سمير على ماكلاي بيقابله طبعا نزير الي. شوف المدافعين الاطراف بتوعهم فين يا جماعه في الثلث الاخير او الثلث قبل الاخير من ملعب الاهلي. فرقه عندها ثقه بالنفس كويسه جدا ولازم محمد هاني بلمبي ترجع لهيلانتي. هيلانتي لكن برافو، برافو استبسال من لاعب النادي الاهلي. ترجع لسكوت على الارض، حاوله المرور هايل يا ولد. ضغط يا رجاله على طول مخوانازي. ترجع والرقابة موجودة دايما على اللاعب داني كلايت، واحد من اللعيبة الحلول الخطيرة بالنسبة لبيدافيست. تمشي كرة تاني على طول ورمي التماس، ادي سعد سمير. والهدف التاريخي الشهير للحارس الاسطوري عصام الحضري سعد سمير. خلي بالك يا سعد، يستلم مالامبي، تطول من مالامبي وياخد رمي التماس. كبار جدا في هذه وفي هذا المكان بتاع نص الملعب. مر على تاريخ الاهلي اسماء واسماء. يمشي على طول تاني الكوره عن طريق هالنتي. المدافع الايسر يعمل الكوره بوجه القدم الخارجي يدل على وليد للسلية، يردها يا سلام هاي لوليد لكن بعدت عن وليد. الضغط موجود، يحاول سعد المره دي. هاي يا سعد يضغط برجوله وبفدائيه، يمشي سعد ويقف يموه على كورته تاني. لعب على الارض لجوه لاحمد فتحي. الحلقة في الثلث الامامي خطير جدا اللاعب داني كلايت. اتفرجوا على اللاعب رقم 7 ده، لعيب هاي داني كلايت، لعيب تكتيكه ولعيب سريع ولعيب ديناميكي ولعيب حدوته من حواديت الجنوب افريقيا. احمد فتحي عاشور، بلاش العالي من فضلك، بلاش العالي عشان هم الاطوال موجوده فبالتالي بتديله ان شاء الله في الفترات اللي جايه والاهلي يمشي ان شاء الله بعيدا في هذه البطوله، البطولة المحببة جدا بالنسبة للجماهير. بيحاولوا ينقلوا الكرة يمين شمال اهو مش قادرين يطلعوا بيها، ده كلام سليم. شوف حجازي جاي ملتزم بالراجل هنا بيوصل معاه طلعه بره. برافو، هايل هايل يا سعد بفدائية ورجولة. لا حجازي بينزل مكلف بمهلمبي باستمرار بينزل معاه هنا. ان الفريق الاخر لما بيكون فورمة ويكون فرقة كويسة بيفرض اسلوب لعب. شوف 4-4-2 انتشار عامل ازاي، وشوف الشكل اللي بيغيروا بيه ارضا، شكل ادائهم واضح ازاي، ممتازين، فرقه ممتازه. يمشي على طول الكره تاني في الجبهه اليمنى. سلام يا حجازي، هايل. صالح يرد الورا لسعد. سعد من مره واحده اماميه حمودي لكن تطول. الاهلي يحتاج لمين من الاسماء دي؟ ركله ركنيه على طول تاني عرضيه خطيره على الاهلي، يطلع على طول تاني، يطلع الدفاع، يطلع الدفاع، محاوله محاوله. انا افضل الان ان حراس المرمى دي يا جماعه، يفضل ان حارس المرمى يطلع في المكان ده محل التصويبه، لكن اليمين يلزمنا ارتداد سريع، ده مهم جدا. سلام يا سعد، هايل يا ولد. خد مناري، ومناري هناك تغيير اتجاه. محمد هاني يحاول يتعلق لكره موانجو سولاي، وكومالو لمخوانزي لهيلانتي، وهيلانتي يلعبها لكن برافو قبل ما تطب. سعد الدين سمير يردها على الانطلاقه، الانطلاقه يسند على موهانجو، موهانجو موهانجو يقف يستنى، وادي يقرب لكن هايل هايل احمد فتحي. تعال الخطوره، تعال الخطوره، يا سلام يا شريف، هايل.